عبر له عن حبك وحنانك. عملية محتاجة برضو عملية يعني محتاجة إلى حب وحنان وتقدير للمشاعر. هذا بيسمى إشعار الأولاد بالأمان النفسي. تعبر له عن حب سواء بالاحتضان، بالقبلة، تعانقه بكلمة طيبة. يعني لازم تشعره، أخبره أنك تحبه، أنا بحبك يا ابني، أنا بحبك يا بنت، وهكذا. دي مهمة جدا، عملية القبلة مهمة في حياة الطفل. وإحنا عارفين طبعا حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما كان جالس مع الصحابة ودخل عليه الحسن وقبله، الحديث رواه الإمام البخاري، وكان موجود مع الصحابة الأقرع ابن حابس التميمي، فبقول له يا رسول الله أتقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. الأقرع ابن حابس بقول له ده أنا عندي 10، فيش واحد فيهم في مرة كده خدته في حضني وقبلته. 10، أنا مش عارف ده يعني 10 أولاد. طب الأولاني، الثاني، الثالث، الرابع. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لعل الله نزع من قلبك الرحمة، من لا يرحم لا يرحم. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وفي نفس الوقت فاطمة لما كانت بتدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام البخاري في صحيحه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم إليها وهي صغيرة ويقبلها ويأتي بها ويجلسها في مجلسه. شوف عملية الاحترام للبنت الصغيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتم عارفين طبعا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي هو حامل أمامة بنت زينب، حديث معروف يعني، ولما كان يقوم كان يرفعها على صدره، ولما كان يسجد كان يتركها بجانبه. أمامة هذه بنت زينب، بنت زوجة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. أمامة لما كانت صغيرة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحملها على كتفه كذا في الصلاة. أمامة هذه تزوجها سيدنا علي بن أبي طالب من بعد. مثلا في مرة الرسول صلى الله عليه وسلم كان في السجود وأطال السجود، والرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة ظنوا شرا، يعني ظنوا أنه قبضت روحه ولا شيء. ولما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد سألوا يا رسول الله لماذا أطلت السجود كذا، قال إن ابني ارتحلني. يعني شوف ابن اللي هو الحسن والحسين يعني جاء على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فكرهت أن أعجله، يعني خليته يلعب براحته. يعني كره النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه يقوم من السجود حتى لا يتعجل الصبي في الإيه في عملية اللعب. فدي اسمه إشعار الأولاد بالأمان النفسي كما قلنا، وبالحب وبالتقدير، وده أمر مهم أن مراعاة الناحية النفسية عند الأولاد.